استمرار للعاصفة المطرية في الشمال السوري وتضرر مئات المخيمات خلال ساعات الليل ليلة أمس وحتى اليوم، كما نشاهد يعني في هذا المخيم الموجود بريف إدلب الغربي تجمع البالعة أكثر من نصف المخيم تضرر بشكل كامل نتيجة الأمطار الغزيرة والتي ما زالت تتساقط حتى الآن. برك من المياه أغرقت أكثر من نصف المخيم وتضرر النصف الآخر، بعض العائلات بقيت خلال ساعات الليل دون مأوى. يعطيك العافية خالتي، كيفك؟ الحمد لله. احكينا كيف قضيتوا ليلتكم اليوم؟ والله واقفين وننضح بالأغراض وهالولاد وطايفين، لا ضل عندنا شيء ننام عليه، لا في شيء، كلنا الليل بالمية، وصرت أضل على الأولاد، لا عندنا شيء نتغطى فيه، لا باركين، المي فوقنا وتحتنا صارت، ومي كل الليل مي شر علينا، حتى الخيمة دخانوا فوق عم تشر علي مي. إيه كيف ضليتوا فيها؟ والله والأولاد حطيتهم عند بيت جيراننا وضليت أنا أساوي طلع أغراضي وأساويها، طلعت شوي وصارت الخيمة تنهد من هناك، ما جربت أحركها وتهبط علينا، ما عندي شيء أساوي، طلعت بس المعين مي سديتها من برا وقعدت. أشو بتوجهي نداء بظل هالظروف الصعبة اللي عم تعيشوها؟ والله يساعدونا، أحرامات، غراض، خيمة، والله مية، الحز كلياتنا مية. شو صار لك ما غيرتي أنت هاي الخيمة؟ صار لي سنتين ثلاثة فيها، وما دعها المية فوق شر. السلام عليكم، كيفك خالتي؟ أهلين وسهلين. احكينا عن وضعكم. إيش وضعنا؟ ما أنك شايف شلونه؟ والله قمنا بالليل طلعنا من الخيم كلها، ضلينا واقفين بالمطر وطلعنا من هون، المطر أسوى من الخيام، هذا وضعنا، أش ما نكون شايفين وضعنا. طبعاً والله الخيمة غرقت بشكل كامل؟ بشكل كامل، كله الأغراض، السفنج، كله ها، طلع شلون هالوضع، كله ما ضل عنا شيء ينتام فيه، المخدات، كل شيء، كله راح، كله الأطفال سبحت بقلب المي. والله جيران ما بقى نقدر نوصلهم من المي والبلاوي، هذا وضعنا، ما نكون شايفين شلونه طلعوا. طيب خالتي انتوا هلا يعني بعد ما طلعتوا من هالخيمه لوين رحتوا؟ رحنا عتشول، لبرا، وين بدنا نروح؟ ما رحنا والله، وقفنا برا، وين بدنا نروح؟ وقفنا اطفال صغيرين، والله الناس عم ترضى. يعني مخيم غرقان. المخيم كلياته والله يكون بالعون غرق كلياته بالماء، شوفت عينك تحت الامر الواقع، وهي هاي هاي حالتنا وهذا اللي صار. اشو بتوجه نداء استغاثه؟ شو بدنا نقول؟ ما بنعرف، حسبنا الله ونعم الوكيل. اشو بدنا نقول؟ ما بعرف. شد يا خالتي، شد صار لك ما غيرتي خيمتك؟ صار لي سنتين ثلاثه والله ما بعرف، هاي خيمتنا مهتري عم تنطقط من فوق ومن تحت، هاي خيمتنا ما نكون شايفينها شلون مهتري، والله من فوق ومن تحت. يلا يعطيك العافية. طبعا هذا حال أغلب الخيم في هذا المخيم، خيم غرقت بشكل كامل نتيجة تساقط الأمطار بشكل مستمر منذ يومين تقريبا. حسب الدفاع المدني استجابت فرقه إلى غرق أكثر من 77 مخيم، بالإضافة إلى بقاء أكثر من 500 عائلة في العراء دون مأوى، وهذه إحصائيات. طبعا في بعض المخيمات منسقو الاستجابة تحدثوا عن أكثر من 370 عائلة موجودة تضررت بشكل كبير نتيجة الأمطار وتشكل السيول وغرق المخيمات، كون أغلب هذه المخيمات هي مخيمات عشوائية والخيم فيها قديمة وتفتقر يعني أغلبها للصرف الصحي. النازحون في المخيمات يناشدون جميع المنظمات الإنسانية بالتدخل والإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الوضع الراهن.